حجب الأعداد عن التلاميذ بدأ منذ بداية السنة الدراسية، ما فماش أعداد، ما فماش معدلات. احنا اليوم على أبواب المناظرات الوطنية، الباك بلون مثلا بدأ، برشا سؤالات، برشا استفهامات تطرح في علاقة بهذا الموضوع. شنو مصير صغيراتنا؟ ما فماش أعداد. شنو باش يكون مصير خاصة المناظرات الوطنية؟ اليوم فما شق كبير من الشعب التونسي يحكي على سنة بيضاء أو نجاح أوتوماتيكي. كيفاش باش تطبق القاعدة هذه مثلا في حالة المناظرات الوطنية؟ أيضا النقابات متمسكة، وطبعا باش نحط الأمور في نصابها، المربين لهم كل الحق حقيقة، وعندهم ظروف صعيبة برشا يخدموا فيها، ماهوش متمتعين بحقوقهم المادية والمعنوية والإنسانية وما إلى ذلك. هذا شيء ما نشككوش فيه، لكن علاش ديما الصغيرات أو المواطن بصفة عامة هو الذي يدفع فاتورة فشل الدولة؟ للأسف رغم اللي أنا هكا حسب المؤشرات اللي راه فيها ماشي للحل، شالنا ماشيين بإذن الله ماشيين للحل، خاطر النقابة خلاص ومشي توا قدامه الحيط. معناها إذا الدولة هو يعرف أنه خسرت سياسة الدولة بعد 25 جويلية، ما ملوتش ليه ذريحة، لا الاتحاد برم رميمه ولا القضاة ولا ما بالك نقابة التعليم. معناها في الآخر يلزمهم يجوا الثنية، هذا في العموم. نشوفوا نحن شنو ذنب المجتمع، شنو ذنب الشعب، شنو ذنب المواطن ديما في كل القطاعات، لأنه ما عندناش دولة بالرسمي. نحن اليوم في الله دولة، عندنا دولة برأس أكاهو، رأس دولة، كجسد ما عندناش دولة، قوانين غالطة للأسف. أنا خاصة في النقابات هذيا، أنا ضد على طول أنك توقف مصلحة عامة، خاطر نحن عندنا قانون يمنع على المواطن أنه يعرقل ولا يعطل ولا يمس بالممتلكات العامة ولا بالمصالح العامة. فكيف نقابة باش تعطل معناها مسار نتاع شعب؟ خاطر اليوم شكون معناش يعني شوف أنت قديش عندنا من ولي وقديش عندنا من تلميذ، يعني عامة الشعب التونسي تجي أنت بقرار ياخذوا شخص ما نعرفش علاش، على أساس شنو؟ توقف معناها المسار هذا كله، توقف العالم البلاد كامله. هل هذا شكل نضالي؟ هذا شكل ارهابي، انا راه ارهابي. شكون اللي فسح له باش يعطيه الفرصه انه يمارس الارهاب هذايا؟ هي الدوله للاسف. نطالب انا اليوم كمواطن، نطالب برلمان انه هو المشرع للقوانين انه يعمل قوانين تمنع النقابات مهما تكون انواعها انها توقف العمل في اي مجال. يا اخي اعمل حاجات اخرى، طالب حقك، ما قلناش ما طالبش بحق، من حقك وعندك حقوق طالب، يامي امشي بالقانون. انا نعملوا محاكم، نعملوا ادارات، نعملوا بيروات، فض مشاكلك انت كنقابه، ما عطاكش فلوس ولا ما عطاكش مشكله، عندك مشكله مع الدوله امشي للقضاء، اخدم في الأثناء يخدموا، عندك جلسة كيفي أنا مواطن عندي قضية مع شخص ولا مع دولة ولا مع غيره، ونخدم على روحي، نهارة الجلسة نمشي نحضر في جلستي، نعمل محامي على روحي، ندافع على روحي. في نهاية الأمر لابد أن تكون فما محكمة وفما دولة تلتزم زيادة بالحكم المحكم، هذا المطلوب. لأنه بطريقة هذية خطرة هي زيادة نقابة التعليم بالصدق معناها يشوفوا احنا وضع البلاد، قولي انت عندهم الحق وعندهم الحق وعندهم، ليه ما عندهمش الحق في الظرف هذا؟ ما عندكش حتى جرام حق باش تطلب فلوس تاو. لكن احنا في وضع نتاع تعرف انت شنو معناها، هما كيطالبوا في زياده في الشهريه مثلا شنو مش يطلب؟ معناها مش يطلب 10,000 في النهار؟ تعرف قديش عندنا احنا تقريبا 180,000 اذا مش اكثر معناها مربي واستاذ و تعرف انت 10,000 كل يوم على 180 في العشرة قديش تجي؟ تعرفها في الشهر كيفاش تجي؟ تعرفها في العام قديش تجي من مليار؟ سامحني باش نكونوا موضوعيين شويه، لانه عندنا احنا مجموعه من المعلومات كاعلاميين انه فما راهو معلمين نواب وزملائهم منذ بدايه السنه الدراسيه ما خلصوش في شهرهم، يخدموا بلاش، راهو الناس هذوما. انا عندي بنت خويا من الناس هذوك، متعاطفه معاه ونحبهم في كل شهريتها لو كان عندي قدره، اما مش معناها نوقفوا البلاد، مش معناها ان نعملوا جريمه مقابل معناها بعض شويه فلوس نتاع بعض مواطنين، بعض الاسياد قداش في نهايه الامر؟ 50, 60, 70, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 استاذ مظلوم ومهضوم حقه، نجو احنا ندمروا معناها قديش من تلميذ وقديش من ولي. راهو يجي نقول لك، هو يقول لك تو بعد نقول حل، انا حل من بعد مش هيجي. انت تو حتى كتجي في اخر العام وتسيب العديد، شكون مش يخرجهم العديد؟ شكون مش يكتبها؟ ما فما اداره مش تخدم. هي كيجوك هذوك بعد يقول لك لا جيتني في وقت مخر وما نجمش نخدم. كان مش نمشيو، خليني نحكي في النقطه هذه، كان بالامور القانونيه
أن يقول من حق المواطنين تو يرفعوا قضية للمحكمة الإدارية ويحلوا المشكلة، وإذا ما حلوش المشكلة راهي فيها جزاء للتربية بصفة عامة والنقابة خاصة، لأن استهتار النقابة واستهتارت المربين وصلنا إلى الدرجة الحادة والدرجة اللي درجة التقاعس والاستهتار بالمواطن، بالمواطن اللي حاد دمه ثم اللي يقري في ولده بمليون في الشهر، معناه يتكلف له ما بين ركوب ومصاريف مليون في الشهر. نقول انا راهو ماشي الدوله ضعيفه، راهي الدوله مشات معاكم وعطاتكم توليرونس، عطاتكم توليرونس كبير ياسر، ما خليناكم دوله خلاتكم للي انك انتم تتراجعوا عن افكاركم المشرذمه، افكاركم اللي هي ولدتها ولدها البوفوار بتاع النقابه، معناها البوفوار النقابه لا راهو مره وفاته وانقضاء ولا عاد تولي، ان النقابه هي السيد سيد المجتمع والشعب، يقولوا لا راكم غالطين وكفى كفى كفى، لان الدوله ما زالت تسترجع في انفاسها وباش تولي قويه وستضرب على ايدين العابثين، خاصه في ميدان التربيه اللي احنا تو في حاجه للترميم للرومانيمون دو ريجيم، احنا تو نرموا في الريجيم بتاع التعليم، انتم تخربوا فيه. نقول لا راهي ما تدومش الحاله هذه، وما هوش باش يصبر عليكم لا المجتمع ولا الدوله، راكم تكرهتوا راكم تكرهتوا. والله هما اللي عندهم الحق في باعتبارهم اساتذه وناس ما تخدم ماهيش ماخذه حقوقها، لكن الطريقه اللي عملوها هذه طريقه نتاع بانديه نتاع بربوات شو تعجب العادات، نشكي بيه ولو كان جات ناس بايت غادي وهم ما يروحش لدارو في وسط الوحده لما يشدوه للاستاذ، شنو معناه ما تعجب العادات؟ باندي على الدوله وعلي انا؟ إذا عندك حاجة استعمل الطرق كلها القانونية، استعمل الشارة الحمراء، امشي له وزير التربية خويا لدارو، امشي له لدارو، امشي له وين تحب، امشي لرئيس الدولة، امشي جيو لي أنا لولادي أنا ولاد الآخر، مش معقول، رغم اللي عندهم الحق، ورغم اللي نحترموهم، ورغم اللي هما الأساس في البلاد وفي التعليم، ولكن الطريقة نتاع همجية نتاع ناس بعاد عن الثقافة بعاد عن المستوى، وإحنا خلونا تو نشكوا وأنه حتى كي يرجعوا ما همش في مستوى تربية أولادنا، حتى يرجعوا واحد ما عندنا فيهم شك، ما عادش عندنا فيهم ثقة باش ينجموا يربيوا جيل ويربيوا ناس، تضحي يقولوا ضحاوا ما ضحاوش، اللي ضحي راهو ياكلها في عظمه ويرقد بلاش ويعلم ويجي ويقري واحد. كانوا قبل التعليم وكانوا في الرياف يضرب كذا كيلومتر المعلم على ساقيه وكرطبه فيدو باش يطلع يقري في الريف واحد، وما قالوا شيء، وتوا تم معلمينك اللي مساكن اللي ماخذينهم بالوحده بالكونترا ولا ما همش خالصين، واحد هذوك ما همش قاعدين يخلصوا وعندهم الحق باش يضرب واحد، ولكن مش في الطريقة هذه. هما عندهم الحق 1000%، أما علاش صغارنا يدفعوا يعني الفاتورة؟ هذا هو اللي قلناه، احنا عاملوا معاهم طريق نتاع باندية، نتاع نحجز لك ولو كان تو يعديوهم الأسنان ما يعديوهمش يعديوهم يقول لك نحجز لك الطفل ونحجز والله معناها ما تتصور منهم كل شيء، هذه ماهيش طريقة نتاع ناس أساتذة وإلا معلمين. والله في الحقيقة هو موضوع شائك، وهذا يلزم برشا دراسة، والدراسة مش من اليوم راهو منذ سنوات، والنتيجة نتاع يعني نسيان وما نعطيوش أهمية لموضوع التربية أعطى نتيجته في السنين هذه، التعليم والمستوى الثقافي والمستوى العام لكل انحط ورجع ما عادش عن المستوى، تاخذ تو انت انسان اللي في السبعينات والثمانينات المخ والبكالوريا في الثمانينات ماهوش كيما اللي تو متريزار، فهمت المستوى تاعه باهي، هذه حاجه. ثاني حاجه انا مانيش ضد المربيين، حقهم يجتهدوا يعرقوا يعطيوا، ولو اني هنا احترز على بعض الواحد مش الكل، ايوا مش كل قاعدين يجتهدوا مش كل دفا فيا، لان وقت نشوف انا حاله من الحالات دفا فيا يعيش بنتي، انا وقت نراها معلم استاذ داخل بسبادري وبتجين شنو المثل اللي باش يعطيه للتلميذ؟
شنو الرؤيه والواحد باش يعطيها للتلميذ. هذا لا يمنع ولا فما ناس باهين شرفاء يقدروا مهنتهم ويقدروا دلوقتي. هذه الاولى. اثنين، الموضوع نتاع التلميذ علاش يكون ضحيه مسكين؟ بوه يعني مربي بحاله باش ينقص من شهريته وينقص من قوته وينقص على حسابه هو وعلى حساب مرته وعلى حساب اخواته باش يوفر له الدراسه وباش يعمل له ليتيود وكل شيء. وثم شنو العدد هذاك؟ يعني باش يقيم به روحه تلميذ. اذا كان انا ما نعرفش روحي نقيم روحي بالتلميذ، التلميذ ما يعرفش نقيم روحه. وين انا؟ وين وضعيتي؟ نظرة انا في الوضع يعني الصحيح ولا يلزمني الفوكوجيمورا تراب؟ ما عنديش انا. دونك هنا انا بكل صدق انا ضد هذه حجب الاعداد. يا اخي اعطي الاعداد والا من اول الدراسه طلبت ما نرجعش نقري. خليهم يعملوا يوناني بلانش وما ناخذ شيء. مش زاد الولي يصرف ويعمل. ان شاء الله في العهد هذا الجديد ان شاء الله كدولة وكمجتمع مدني وكمواطنين، خاطر الدولة وحدها ما تعمل حتى شيء. مجتمع مدني والمواطن والاب والناس كلنا نحطوا اليد في اليد باش ناهضوا، سواء على مستوى التعليم، سواء على مستوى الاقتصاد، سواء على مستوى الصحة، على كل المستويات. اين هي تونس؟ بكري احنا وقت كنا نقراو كان المعلم اش كان ياخذ في 20,000 25,000 فرنك ليتود بلاش، واللي ما يجيش يعاقب، واللي ما يجيش معاقب. والله نتفكر انا يعني وقت اللي قريت في الابتدائي، فهمتني، المعلم كان يعتبرنا اخوات وزملاء، يلعب معنا الكوره في الساحه وقت اللي يدخل القسم بالطبليه نتاعو، يلبس كاسكيت نتاع المعلم مع شكل الانديه ويطبق القانون وطلعت اشتهرت. مالوريزمون هذا تنحى بقيت تفقد. ما نعرفش شنو اللي يلزمنا برشا. يلزم نتلموا لبعضنا، يلزم نقربوا لبعضنا، يلزم نحبوا لبعضنا، يلزم ياكل الانتهازيه نحيوها، يلزم خاطر بلادنا مشات ضاعت. نعطيك فكره عايش بنتي، فكره تونس من البلدان الرائده. اول طبيبة تونسية في العالم العربي، اول كوموندون دبور في مجال الطيران تونسية، اول منش انا في حتى في البرمي التونسي. في كل المجالات التوانسة ديما رايدين، ومش رايدين هكاك، لا، عن جدارة. وكنا مرجع، تعرف شنو مرجع اوروبا، وما ادراك من اوروبا. ترجع لنا على ساعه في بعض حالات، انا نتفكر ديما فيها في الميدان الطبي، الناس باش يمشي يداوي يرجع يقول لك فوزافي تال بروفيسور ترجعونا لهنا لهنا. يعني شيء اسف، انا واحد من الناس وقت نشوف هكا شيء اسف. حسب رايك مواطن تونسي شنو باش يكون مآل المناظرات الوطنيه، خاصه وانه نبعدوا عليهم تقريبا ايامات قليله، ومنهم اللي بدا مثلا ما يسمى بالبكالوريا البيضاء الباك بلون بدات صايي. والله يشوف يعني توا بالنسبه للبكالوريا، فهمني، بون يوناني بلون ما نصورهاش، اما البكالوريا البيضاء هي من العادات القديمه يعني الدمويه. لكن شنو النفسيه اللي باش يدخل بها التلميذ ولا شنو النفسيه؟ هل هو حاضر ذهنيا وفكريا ونفسانيا؟ لا اعتقد. بمعنى مع كل يعني برشا فيها اضطرابات واحتياجات و يعني بصراحه ربي قدر الخير، وربي البلاد هذه ينصرها، وربي يخلصوا حالها.